الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفع سعر خام البصرة الخفيف بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، فيما انخفض سعر خام البصرة الثقيل، وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 72.26 دولارا للبرميل، فيما انخفض الخام البصرة الثقيل إلى 67 دولارا للبرميل. وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليصل خام برنت إلى 72.57 دولارا، وخام غرب تكساس إلى 70 دولارا للبرميل الواحد. حذرت مصادر مطلعة من الغلاء الفاحش في أسعار السلع الغذائية والإنشائية وبقية البضائع الاستهلاكية في العراق من جراء السياسات الحكومية الفاشلة. وأكدت المصادر أن قيام حكومة الكاظمي برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مثل صعقة أصابت الأسواق العراقية بالشلل، محذرة من انعكاسات سلبية على السوق ومن ثورة غلاء فاحش وصفتها بالحمى الصفراء. وأوضحت المصادر أن أسعار الصرف في السوق الموازي للعملة الصعبة أخذت ترتفع بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن تخطى سعر صرف 100 دولار حيجز 150 ألف دينار. كشفت مصادر برلمانية عن وجود ما أسمتها بالمصارف الطفيلية التي تستحوذ شهرياً على أرباح تزيد على 300 مليار دينار في مزاد بيع العملة. وقالت المصادر إنه مع مرور الوقت يثبت فشل وضرر قرار سعر صرف الدولار وانعكاساته الجديدة على استقرار السوق وملايين العراقيين، ولا يوجد مستفيد من هذا القرار إلا أصحاب المصارف الطفيلية وشركائهم من السياسيين النافذين. وأشارت إلى أن كل المبررات التي طرحها المدافعون عن رفع سعر الصرف بان واتضح كذبها وعدم مصداقيتها، خصوصا مع ارتفاع سعر الصرف عالميا ومع الإهمال والتقصير في ضبط المنافذ وعدم تقييد استيراد المواد المماثلة للمنتوج المحلي. بدأ النظام السوري المأزوم اقتصاديا في تأجير شوارع دمشق المختنقة مروريا عبر نشر 3500 موقف مأجور في قلب العاصمة ومراكز الأسواق التجارية والخدمات. وأوضحت مصادر مطلعة أن تأجير الشوارع يكون بموجب عقد استثماري مع شركة خاصة يلف مالكها كثير من الغموض لمدة 7 سنوات مقابل مبلغ مالي يقدر بملياري ليرة سورية سيعود إلى محافظة دمشق، في حين يقدر ما ستجنيه الشركة سنويا بأكثر من 7 مليارات ليرة. يأتي هذا في الوقت الذي لم يلاحظ فيه سكان دمشق شيئا جديدا في شوارع مدينتهم طوال السنوات الأخيرة سوى تردي البنية التحتية وغياب الإضاءة عنها. ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 8.5% وسط التعافي التدريجي الذي يظهر على قطاع التحويلات المالية من تداعيات جائحة كورونا. وقال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23 مليار دولار خلال الفترة المنتهية في آذار من أصل 21 مليار دولار في الفترة الماضية. وحسب البيانات سجلت التحويلات ارتفاعا خلال شهر آذار بنسبة 11% إلى 2.9 مليار دولار من 2.6 مليار دولار في الشهر المماثل من عام 2020. ختام الموجز بأمان الله.